رغم عدم مشاركتها في الإضرابات الاحتجاجية السابقة لقناعتها بما تلحقه هذه الإضرابات من ضرر بالحياة الفلسطينية، انضمت المعلمة نادية أبو شمعة إلى إضراب المعلمين الفلسطينيين الشامل اليوم في الضفة الغربية احتجاجاً على انقطاع رواتب السلطة الفلسطينية المتكرر. أصبح وضع المعلم معوش فلوس اللي يقدر يوصل لمدرسته، غير هيك مش قادر يصرف على أولاده، وضعه النفسي ما بيسمحلوش يجي يعطي أولاد الناس، وهو مش قادر يوفي التزاماته لبيته. أكثر من 70,000 موظف فلسطيني أضربوا عن العمل في مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلبية لدعوة نقابات الموظفين في الوظيفة العمومية والمعلمين والأطباء كخطوة احتجاجية على ما وصفوه بالقرصنة الإسرائيلية وحجز أموال العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية والتصرف بها لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. هذا الإضراب أولاً ضد القرصنة الإسرائيلية على أموال الشعب الفلسطيني التي أدخلت تقريباً 1,000,000 مواطن فلسطيني تحت خط الفقر، وأيضاً مطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها للقيام بواجبها باتجاه توفير الرواتب للشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات. الحكومة الفلسطينية والتي أعلنت انعقادها الدائم لبحث سبل الخروج من أزمة مالية وصفتها بالأصعب، ومع إعرابها عن تفهمها الكامل لما يعانيه قطاع موظفي السلطة الفلسطينية، حملت مسؤولية تبعات الأوضاع الفلسطينية هذه للجانب الإسرائيلي، وناشدت الدول العربية بفورية تحويل مبلغ 100 مليون دولار تنفيذاً لقرار تأمين شبكة أمان عربية شهرية للسلطة الفلسطينية. ناشدنا المجتمع الدولي والراعي لاتفاقية باريس أو بروتوكول باريس الاقتصادي بتنفيذ ما عليهم تنفيذه وتطبيق هذه الاتفاقية، وخصوصا بأن إسرائيل ترمي بهذه الاتفاقية على عرض الحائط ولا تذكر أي اتفاق. وبينما أكدت النقابات الفلسطينية على تصعيد خطواتها الاحتجاجية في الأيام المقبلة، دعت الحكومات الفلسطينية إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات ما وصف بالاعتداء الإسرائيلي على المقدرات الفلسطينية. موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لتحويل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم يتغير. أزمة تقول السلطة الفلسطينية بأن المخرج الوحيد لها يكمن في اتخاذ خطوات جدية عربية ودولية تحمي مستقبلها من الانهيار. من مدينة رام الله، إيمان عرقات، BBC.